ماذا سيحدث في الحلقة الجديدة من مسلسل الطائر الرفراف؟ ما هو الخطر الكبير الذي ينتظر سيران؟ هل يسجن طارق سيران في المنزل؟ من سيصل بنهاية صفاغة؟ هل حقا سيتزوج فريد وبيلين؟ سأحاول شرح لكم كل شيء في هذا الفيديو. بادئ ذي بدء، إذا كنتم تريدون أن يصبح فريد وسيران عشاقان ويتزوجان مرة أخرى، إذا قلت أيضا أن سيران تنهي نفسها بالزواج من طارق، فلا تنسوا الضغط على زر اللايك وترك تعليقاتكم. في الحلقة الجديدة من مسلسل الطائر الرفراف ستكون سيران في خطر كبير، لأنه إذا كنتم تتذكرون فقد سجن طارق زوجته السابقة في منزله. لا أحد يعرف هذه المعلومات. إذا لم تكن سيران حريصة فستصبح سجينة طارق الجديدة، لذلك سيران ستكون في خطر كبير. إذا لم تعد سيران إلى فريد في أقرب وقت ممكن فستكون نهايتها، لكن على الأرجح لن يتمكن طارق أبدا من إلحاق الضرر بسيران، أن الحبيبة السابقة لطارق ستحذر سيران وتبلغها سابقا. من ناحية أخرى تدرك سيران أن صافيت آغا وأحفاده ليسوا أشخاص عاديين سوف يهربون من منازلهم، نتيجة لذلك لن يكون أمام سيران خيار سوى البحث عن ملجأ من فريد، على الرغم من أن فريد يحاول أن يجعل سيران تشعر بالغيرة من بيلي في البداية، إلا أنه سيتخلى لاحقا عن هذا القرار. في الواقع تماما كما كان فريد على وشك الزواج من بيلي، كان يتركها في منتصف الطريق ويعود إلى سيران مرة أخرى. سيتخذ سافه آغا وأحفاده إجراءات لاستعادة سيران من القصر، ستبدأ حرب كبرى بين العائلتين. من ناحية أخرى سينحاز خالص آغا إلى جانب فريد سيران، لأن خالص آغا هو الرجل الذي سيحرق العالم من أجل فريد، لذلك فإن خالص آغا يبدأ حربا كبيرة على عدم إعطاء سيران لصافي آغا. الشخص الذي سينتصر في هذه الحرب هو خالص آغا، وهكذا سيتم لما شمل سيران وفريد. لكن على العكس من ذلك، إذا استمرت سيران في البقاء مع طارق فستكون هذه نهايتها، يعني أقول للجميع أن فصلا مثيرا سينتظرنا جميعا.